ممكن برضو بالنسبه للسي باب اللي احنا كنا اتكلمنا عليه دلوقتي اللي هو الكونتينوس بوزيتيف كونتينوس بوزيتيف اير واي بريشر سي باب، ساعات بيسموه بيب اللي هو بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر. هما الاثنين بيسك، لو عندي دي سي اوفست بتبقى هي بيسكلي دي سي اوفست دي هي بتعلي لي البوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر، يعني البريشر في اخر اخر دوره التنفس كلها اللي هي في اخر الاكسبيريشن. فبيسكلي ساعات بيسموه الاي باب برضو اللي هو اكسبيراتوري بوزيتيف اند بوزيتيف اير واي بريشر. في الحقيقه هما اللي كلهم نفس الحاجه، بيبقى في عندي دي سي اوفست موجوده عندي على الويف فورم. ممكن نكومباين الاثنين دول، او يعني هما الاثنين حاجه واحده اكشولي. لو انا مثلا عندي كونتينوس مانداتوري فنتيليشن شكل الويف فورم بيبقى عامل كده، بدل ما تبقى مبتديه من عند الصفر ممكن تطلع شويه كده ويبقى في البيب زائد الايه اللي هو بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر عند في الويف فورم دي زائد الكونتينوس مانداتوري فنتيليشن. اوكي، عاده لو احنا بنتكلم على سيستم فيه سبونتينيوس بريذنج بنسميه سي باب عاده. لما بنتكلم على حاجه فيها فنتيليتوري، يعني عندنا مثلا كونتينوس مانداتوري فنتيليشن او سبورتد او كده، عاده بنسميها بيب. اوكي، بس هما الاثنين افكتفلي احنا بنزود دي سي على الليفل بتاعت الريسبيرش، على البريشر اللي موجود عندنا في الويف فورم. اوكي، فهنا مثلا بنتكلم على اهو دلوقتي الصفر عندنا تحت كده، لا ده اعلى شويه من الصفر، فهنا ده spontaneous breathing. لو عندي mandatory breathing يبقى شكله عامل كده، لو عندي intermittent mandatory ventilation بيبقى عندنا بيبقى في عندنا واحده mandatory وكذا واحده synchronized وهكذا نفس الشكل ده كده، بس برضه raised مثلا هنا ب 10 سنتيمتر H2. اوكي، فهنا بيبقى ممكن يبقى في combination من الكلام ده والكلام ده. احد الحاجات اللي فعلا الناس لقت انها very effective ان فكره ان احنا نخلي فيه دي سي اوفست كده زي ما هو، ساعات الناس بتقول ان هي ما هياش كويسه، ساعات بتبقى فيها بعض المشاكل نتيجه لان المريض لما بيجي يعمل اكسبيريشن بيبقى عنده مشكله ان هو بيحاول يعمل اكسبيريشن مش اجينست الهواء الجوي اللي هو البريشر الجوي المعتاد، بيبقى فيه البريشر اعلى شويه فبيلاقي صعوبه في عمليه الاكسبيريشن. فالناس اقترحت ان هو يبقى في حاجه اسمها الباي باب باي ليفل بوزيتيف اير واي بريشر. اوكي، فاللي بيحصل فيه ان هو بيحط هنا في الوقت اللي بيبقى فيه انسبيريشن بيحط اوفست معين، وفي الوقت اللي فيه اكسبيريشن بيحط اوفست مختلف يبقى اقل شويه. الطبيب بيبقى عنده القدره ان يخلي الاثنين ليفلز دول يحركهم زي ما هم عايزين، يعني يخلي الاي باب اللي هو الانسبيراتوري بوزيتيف اير واي بريشر اللي هو البريشر اللي محطوط في وقت الانسبيريشن يبقى مختلف عن البوزيتيف بريشر اللي موجود عندنا في حاله الاكسبيريشن. لو انا خليت دي بتساوي دي يبقى خلاص انا وصلت لحاله السي باب العاديه او حاله البيب. اوكي، بس الباي باب الحقيقه الناس لقت ان هو الحقيقه مفيد جدا. ولو عملنا باي باب مع حاجه زي سبورتد بريذنج بيبقى الحقيقه واحد من الحاجات المودز اللي مقترحه من ال WHO مثلا عشان علاج الكوفيد 19. فالحقيقه واحده من المودز اللي فيري افكتيف وشكلها ان هي ممكن تبقى لها بوتنشال الحقيقه في الحالات اللي زي كده. طبعا كالمعتاد عندنا بعض المشكله في التسميه، في عندنا طبعا كل واحد من الشركات اللي هي كوميرشال هنلاقي انه نفس الحاجه موجوده فيها باسم مختلف. عامة لو لقينا حقيقة حاجة فيها باي ليفل غالبا هتكون هي نفس الحاجة اللي بنتكلم عليها هنا.